8 يوليو 2013. ينهي التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب شهداء مصر الأبرار الذين سقطوا برصاص الغدر أثناء أدائهم صلاة الفجر في مجزرة الحرس الجمهوري فجر اليوم الاثنين 8/7/2013. كما ينهي التحالف شهداء مصر الأبرار من الجنود الذين تم إطلاق النار عليهم لعدم انصياعهم لأوامر فتح النار على إخوانهم المصريين من المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري. ويتساءل التحالف أين الضمير الإنساني تجاه جريمة إطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء أدائهم صلاة الفجر. يدين التحالف القرار غير الوطني وغير المسؤول بفض الاعتصام عند الحرس الجمهوري بالقوة، وإن هذا إنما يدور في نفس فلك محاولة إعادة عقارب الساعة للوراء، والذي بدأت بالانقلاب العسكري على الشرعية، وهذا لن يكون بإذن الله عز وجل. كما يعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن إقدام الانقلابيين على فض الاعتصام إنما هو دليل على العجز عن إيجاد ظهير جماهيري وشعبي، ودليل أيضا على الفشل أمام الخروج الحاشد لجماهير الشعب المصري بالملايين رافضة لهذا الانقلاب العسكري ورافضة لعودة النظام المستبد مرة أخرى. إن التحالف الوطني ليخاطب الضمير الإنساني والمهني لدى الإعلاميين بالعمل على فك الحصار والتعتيم الإعلامي المفروض على المعتصمين السلميين وإظهار الحقائق للعالم أجمع. يدين التحالف تزييف الوعي المصري بحقائق المجزرة والذي تم في مؤتمر المتحدث باسم القوات المسلحة والشرطة اليوم، والذي اعتبر أن المصلين هم من قتلوا أنفسهم، واعتبر أن المصلين كانوا أثناء الصلاة في محاولة لاقتحام نادي الحرس الجمهوري. لذا يرفض التحالف العزاء الكاذب من المتحدثين اللذين لم ينطقا بكلمة واحدة في حق الشهداء كيف ومن قتلهم، كما لم يستشعرا بألم لمقتل أكثر من 50 شهيد في هذه المجزرة. يهيب التحالف بدار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بيان الحكم الشرعي لقتل المتظاهرين السلميين، وخاصة أن الاعتداء تم أثناء صلاة الفجر وهم سجود، وكذلك حكم الإجهاز على الجرحى وتعطيل سيارات الإسعاف عن نجدة المصابين، وكذلك اعتقال المواطنين الأبرياء وكأنهم أسرى حرب. يتوجه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري برسالة لكل أبناء الشعب المصري الشريف، إن ثورتكم العظيمة في 25 يناير قامت ضد الاستبداد وتحقيقا للعيش والحرية والكرامة الإنسانية، واليوم نجد من يريد وقتها من خلال انقلاب عسكري تبعته إجراءات قمعية وتجسدت قمة الجريمة اليوم في مجزرة الحرس الجمهوري والتي تمت فجر اليوم. لذا ندعو كل الشرفاء والوطنيين للنزول والاحتشاد في كل ربوع مصر غدا الثلاثاء بكل سلمية في مليونية الشهيد، وكذلك في مسيرات جنائزية لشهداء الحرية والكرامة.
حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء. الله أكبر وتحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتنا لكل أهالي الشهداء وتعازينا، ونقول لهم اسمحوا لي أنا مش هتكلم بصفتي نائبا لرئيس حزب الوسط، ولكن أنا هتكلم كمواطن مصري. إذن السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. نحن في هذه التغطية المتواصلة للأحداث في مصر، وكنا نتابع بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر ردا طبعا على أحداث المجزرة التي وقعت فجر اليوم على المصلين وهم في صلاتهم. نرحب في الأستوديو معي بالقيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأستاذ عبد الله أنس. أستاذ عبد الله مرحبا بك. إذا أولا، ما تعليقك على هذه المجزرة التي حصلت يعني فجر اليوم على ناس يصلون في المسجد، ثم كذلك الكثير خاصة بعد المجزرة التي حصلت الآن بدأ يسترجع ذكرى ما حدث في الجزائر، يعني فإلى أي مدى يمكن تكون هذه المقاربة واقعية بين ما حدث في الجزائر في التسعينات، وكما يعلم الكثير ذهب ضحيته أكثر من ربع مليون جزائري وأكثر من 20,000 مفقود، مقاربة بين أحداث الجزائر في التسعينات وبين ما يحدث في مصر، هل يمكن أن يتكرر؟ أشكرك أخي على الاستضافة، وبادئ ذي بدء أقول فعلا سؤالك اليوم كان هناك نقاش دائر بين قيادات الجبهة في الداخل والخارج حول هذه المأساة التي سمعنا بها اليوم، وكان الاتفاق على أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تستنكر وبشدة الاعتداء على الآمنين السلميين السجد الركع، وهو الاعتداء الغاشم الذي حصل اليوم وكلف هذه المحصلة التي نرجو الله ألا تتكرر. كما نترحم على هؤلاء الشهداء ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم برحمته وأن يتقبلهم في عداد الشهداء، وفي نفس الوقت هذه المبررات التي قدمت هي مبررات واهية ولا تستقيم، من بينها ما تردد من أن هؤلاء حاولوا اقتحام القصر الجمهوري. نعم. يا ترى كيف يعني في يعني أبسط بديهيات الحرب، هل يمكن لإنسان يعني ناوي الهجوم وناوي الحرب أن يأتي معه بزوجته وبأطفاله وبأولاده؟ نعم. يعني هل يريد بذلك أن يقضي عليهم وأن يقتلهم؟ فهذه مبررات واهية ولا تستقيم. نعم. وهذا يقودنا بالضرورة، والجميع يعلم وتعلمون وقرأتم البيان من خلال قراءتكم الموقرة بيان الجبهة، ما أشارت إليه التخوفات التي أشارت إليها وما كنا نظنه متوقعا أصبح اليوم واقعا. ها أنتم الآن لو نظرنا إلى فقط الأسبوع الماضي، أن البيان الذي قرأه المجلس العسكري والذي مفاده أنه يمهل القوى السياسية 48 ساعة لتصل إلى حل، هذا يعطيك مؤشر على لا سمح الله الخط البياني هو في تدهور. نحن فقط قبل أسبوع ومن هذاك البيان إلى اليوم ما كان عندنا قتلى ولا كان عندنا هذه الاحتقانات. نعم. فالأمور تنظر إليها وكأنها بدأت لا سمح الله بالانفلات، وهذا ما حذرت منه الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا يذكرنا تماما بالاعتصام السلمي الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ في جوان سنة 90. نعم. الذي كان اعتصام سلمي من أجل تعديل بعض إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات. نعم. والعدد الذين أفضوا إلى ربهم شهداء في تلك الليلة مسالمين، نحن الآن لا نتحدث عن 93 ولا 94 ولا 95. نعم. مجازر وجبال ومكذا، كل هذا سابق لأوانه. نحن نتحدث عن مظاهرة سلمية في إطار حزب رسمي سلمي
تعداد الشهداء يذكرنا الذي حصل اليوم بما حصل ذلك الوقت. ولذلك أخي الكريم الذي كنا نتخوف منه والذي كان يمكن كان متوقعا الآن بات واقعا لا سمح الله. فهل يعي العقلاء، فهل يعي أهل مصر بكل أطيافهم بكل شرائحهم أن الأمور إلى هنا وبس، لا يجب ولا يجوز أن تستمر أكثر في الانهيار؟ نعم، يعني بمعنى الآن السيناريو الجزائري الآن ممكن يتكرر في مصر أم أن الظروف تغيرت والشعب مختلف وحتى العقيدة الجيش يبدو كذلك أنها مختلفة نوعا ما؟ السيناريوهات على الأقل ما حدث إلى الآن، نعم، التشابه نرجو الله أن لا تكون النتائج هي نفسها، لكن التشابه حاصل. عندنا لجنة إنقاذ في الجزائر وعندنا لجنة إنقاذ في مصر، عندنا وزير دفاع جنرال خالد نزار وعندنا وزير دفاع السيسي، كلهم رسالتهم قائمة على مبرر واحد. المبررات التي قدمت في 92 هي المبررات التي قدمت الآن، مفادها شيئا واحد، أننا نريد إنقاذ الديمقراطية. الآن بعد مرور 23 سنة هل فعلا أنقذت الديمقراطية؟ هل فعلا عادت الكلمة للشعب؟ هل فعلا عادت الحرية كما كانت؟ نعم. فالتشابه في بدايته ما نراه الآن في 2013 هو الذي رأيناه كذلك في 92. أستاذ عبد الله طبعا نذكرك حتى هناك يعني وقع اعتقالات في صفوف قيادة الجبهة، وقع اعتقالات هنا في مصر في صفوف قيادة الإخوان، وقع غلق لمقرات الجبهة هناك في الجزائر، وقع غلق قر لمقرات الحزب الحرية والعدالة والإخوان كذلك في مصر. هناك تشابه يبدو كبير جدا بين قلت لك إذا أردت يعني. قلت لك إذا أردت أن تأخذ الشبه أنت 92 فهو إن لم يكن مطابق 100% فهو شبه مطابق له، يعني كل الإقدام على تعليق العمل بالدستور، الإقدام على حل الأحزاب، الأحزاب طبعا التي لا تدور في فلك النظام مثل الذي حصل الآن، الإقدام على حل البرلمان، الإقدام على طرد الرئيس إلى بيته. لا تنطلي علينا حيلة أنه هو استقال، الجميع يعلم الآن أنه لم يستقيل، أنه أقيل. كذلك مباشرة كان جاهز سيناريو تغييب القيادات السياسية التي كانت حريصة على أن تبقى الأمور في إطار الشرعية وعلى رأسهم الشيخ عباس مداني والقيادات التي اعتقلت في ذلك الوقت. هذه كلها تشابهت، وهذا الذي دفع بدأت ردود الأفعال بعد ذلك غير محسوبة، لا مجلس شورى ولا بيان من القيادة السياسية ولا خطوات، يعني أوامر يتلقاها المواطن الجزائري الثائر الغاضب، يعني افعل كذا ولا تفعل كذا. القيادة التي كانت المفروض هي التي تأمر غيبت وقعت في السجون، وبعد ذلك بدأت الاختراقات. يعني ما نراه الآن هذه اللحى المصطنعة وهذه الكلام كل هذا في الجزائر قد حصل. فهل يا ترى السؤال الآن المطروح، هل تعي القيادة السياسية في مصر؟ وعندما نقول القيادة السياسية كل الأطراف، لأنه في النهاية المبررات التي قدمت وهي الحماية، حماية الديمقراطية والحفاظ على الديمقراطية، الآن لا يختلف اثنان، لا يمكن أن نكذب على بعضنا ونقول الجزائر الآن ديمقراطية، لا يمكن أن نكذب على، نحن الآن نتحدث عن ربع مليون قتيل، نحن نتحدث الآن عن عشرات العقود من السنين الجزائر تخلفت إلى الخلف اقتصاديا وتعليميا وصحيا على مستوى العمل على مستوى البطالة على مستوى الحريات. هل لا سمح الله هل ننتظر يوم أن تستفيق مصر، تستفيق أرض الكنانة كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محصلة مثل هذه؟ فإذا الشبه والتطابق موجود، لا نحب أن تكون النتيجة هي نفس النتيجة. طيب ماذا تتوقع أنت من الجيش الآن العسكر في مصر؟ على الجميع أن يعترف أنهم في ورطة، على الجميع أن يعترف أنه في ورطة. أنت الآن ربما ممكن الإخوان أو الرئيس عليه جملة من المآخذ، نحن لا نتحدث مع ملاك ولا نتحدث عن رسول، كلنا يصيب ويخطئ. الرئيس تأخذون عليه بعض المآخذ، تأخذون عليه بعض الأخطاء،
الرئيس هو اعترف بها قبل أن تأخذوها عليه أنتم، يعني كل هذا قابل للنقاش، لكن مقابل ذلك مش معقول. يعني الإنجازات انت سنة كاملة أنجزنا دستور صوت عليه، عرض على الاستفتاء وصوت عليه 61 مليون، يعني ما يقارب 64%. نعم، فكيف يعني الآن في هذا الإنجاز العظيم نرمي به عرض الحائط، دستور تم التعليق على ماذا؟ أقسم الرئيس المؤقت إذا الدستور الذي صوت عليه أكثر من 61 مليون ألغي وتم التعليق العملي به، طيب على ماذا أقسم الرئيس المؤقت؟ على ماذا أقسم العسكر الآن؟ الآن كل الحركات التي بنيت على تعجيل الدستور، تعطيل الدستور، العمل بالدستور، تعطيل شرعية الرئيس، حل مجلس الشورى، كل هذه الخطوات غير دستورية. فإذا الجيش في ورطة، عليه الرجوع إلى الحق فضيلة. على فكرة قد أشرتم وأشارت الأخبار الآن إلى ربما بعض إعادة التموقع من عبد المنعم أبو الفتوح وحزب النور وكذا. الرجوع إلى الحق فضيلة. نحن الآن أمام مشهد آخر، الطرف الذي انطلق بعد بيان الجيش الإسلامي الجيش المصري، الطرف الذي انطلق وكأنه قوي ومنسجن هو الذي بدأ الآن يتفكك، هو الذي بدأ أن يتفكك. والطرف الذي أظهروه للناس من خلال حركة التمرد ومن خلال النزول إلى الشارع هو الذي بدأ الآن يستجمع قواه. وعلى فكرة الآن هذه مغالطة كبرى يريدون أن يمرروها، وهي مفادها أن الآن الضحية هو جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين ربما هي الضحية رقم واحد، لكن ليست هي الضحية الوحيدة. الضحية هي حرية التعبير، الضحية هو الدستور، الضحية نمبر ون، رقم واحد هي الشرعية. فنحن الآن عندما نصطف لا يعني أن الناس وأصحاب الرأي والأحرار في العالم مصطفين وراء جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بالمعنى التقليدي التاريخية، لا. الآن اصطفاف وراء الشرعية، الاصطفاف وراء عودة العمل بالدستور، الاصطفاف حول شرعية الانتخاب. فهذا هو الاصطفاف. يعني هو حتى 45 مليون خرجت الآن البارحة في جميع محافظات مصر ليسوا كلهم إخوان في نهاية الأمر، هم مع الشرعية ومع الدكتور مرسي لأنه وقع انتخابه فقط، ليس لأنه إخوان. لكن الآن يبدو أن اللافت للنظر أنه الأمور تتجه نحو الأسوأ، يبدو أن الجيش سيواصل الأمام، سيزيد من قتل الناس، وكذلك في نفس الوقت حزب الحرية والعدالة هو مواصل للمواجهة. اليوم في البيان الرسمي لحزب الحرية والعدالة دعا الشعب المصري للانتفاضة ضد هذا الذي جرى. فيبدو أن الأمور وكأنها مرشحة للتصعيد يعني من الطرفين. يعني نحن ولذلك نحن قلنا الآن الأمور في ورطة. نعم، الأمور في ورطة. أنا دعني ربما أخو يعني قد أتفهم، أنا لا أتفهم، لكني قد أتفهم وأقول ممكن بعض المؤاخذات من المؤسسة العسكرية أو من تمرد أو من الشباب أو من البرادعي ولجنة الإنقاذ، ربما نأخذ بعض المؤاخذات. هل هذه المؤاخذات تستوجب نحط في الحجز رئيس منتخب شرعي؟ من أنت عندما تقول يروح لدارك؟ حتى ما كانوش صادقين حتى مع الكلام الذي جاء، يعني البيان كان واضح، نطالب القوى السياسية في خلال 48 ساعة أن تخرج بخارط طريق. طيب أين اجتمعت القوى السياسية؟ أم كنتم تقصدون القوى السياسية التي في جانبكم فقط؟ لو كان المفروض تجتمع القوى السياسية، في النهاية محمد مرسي هو ابن مصر، ولعلنا لا نفترض فيه أنه يريد الشر لمصر. فإذا كان قبل بهذا الموقع أن يكون رئيسا لخدمة مصر، لا نستبعد أنه ربما إذا جلسنا في مائدة مستديرة وتجلس كل الأطراف المعنية، وما يدريك أنه ربما إذا اقتنع أن نؤجل الانتخابات أو نقدمها أو نمشي في انتخابات رئاسية مسبقة وكذا، لكن ناقشني فيها، ناقشني فيها، لا تأمرني أمرا، لا تأتيني بأمر فوقي، يعني عندي شرعيتي أتنازل عنها بأمر منك وبعدين تتوقع مني أروح لداري وأصفق لك؟ لا، هذه خيانة للمنتخب
وخيانة للحرية وخيانة للدستور وخيانة للانتخاب وخيانة للشرعية. لا، إذا تتكلم معي بهذه الفوقية، نعم، فوقية رئيس شرعي منتخب، اذهب إلى بيتك. طيب، من اطلاعك هذا لم أقبلها على كذلك حتى على الفعل العسكري أساسا، سواء العسكري الجزائري أو العسكري المصري، هل تتوقع أن يقع حركة داخل العسكر لتصحيح ما أقدم عليه الجنرال السيسي مثلا؟ العسكر الآن في ورطة، تبين أن الرئيس الذي شحنتم الشارع من أجله أنه لا يمثل شيء، ظهرت أنها كذبة في خلال 4-5 أيام. إحنا مش نتكلم عن سنة أو سنتين، إحنا نتكلم على أقل من أسبوع. ظهر أن هذه الحشود داخل مصر وخارج مصر، أن الأزمة ليست مع جماعة الإخوان المسلمين، هذا يدل دلالة قاطعة على أن الرئيس في ورطة، على أن المجلس العسكري في ورطة. الآن ربما كيف نخرج من هذه الورطة؟ المطلب الآن تعالوا نجلس على راوند تيبل، نجلس على مائدة مستديرة ونفترض كلنا نريد الخير لمصر. احنا على كل حال الجيش المصري النقاط المشرفة التي سجلها في ضد حسني مبارك، يعني كان بإمكانه يعني أن يقف مع حسني ضد الشرعية وأن يقف مع حسني مبارك مثل ما هو وقف الآن، لا، لكن الجيش المصري لا نستطيع أن نتناسى أنه سجل نقاط مشرفة ووقع إلى جانب الثورة الشرعية الثورية ومشى حسني مبارك وعزلوه وما إلى، هذه كلها نقاط مشرفة. وكم الترحيب الذي لقيه الجيش المصري من قبل كل الأطراف، من الثوار ومن لجنة الإنقاذ ومن الإخوان ومن الجماعة الإسلامية ومن حزب النور. لماذا الجيش المصري الآن ينقلب إلى مع فصيل ضد الفصائل الأخرى؟ إذن هو الذي ورط في نفسه، هو الذي يبحث عن مخرج لهذه الورطة، مثل ما ضحوا بحسن مبارك عندهم حلول أخرى يا أخي من أجل الحفاظ على الشرعية. يعني أنت بتقديرك أستاذ عبدالله، بتقديرك هل فعلا أخطأ الرئيس هي السبب الحقيقي وراء إزالته من الحكم، أم هناك أسباب حقيقية لكن لم يكشف عنها، يمكن استقراءها من خلال بعض التصريحات ومن خلال الدعم الذي وجده العسكر ووجدته القيادة السياسية من قوى إقليمية وحتى دولية؟ نعم، هذا يعني السبب الحقيقي وراء عزل مرسي. خلنا نقول السبب الحقيقي وراء، خلينا لو فقط ركزنا على الشعارات المرفوعة في عزل مرسي. صار له سنة كاملة وما فيش استقرار، صاروا سنة كاملة ولم يتحسن الوضع الاقتصادي، صار له سنة كاملة وما شفنا حريات، صار له سنة يعني مجموعة انقطاع المياه، الكهرباء، البنزين ما في، يعني مجموعة من احنا، لكن في يومين كل هذه عادت. يعني المياه والكهرباء والبنزين في يومين ما شاء الله، يعني هذه عادت بشروط، ما عادت بناء على خطة تنموية وطنية، هذه بناء يعني تمت بناء على أوامر، فإذا كان هذه الأوامر قطعت في المستقبل ستعود معاناة المصري، لكن التنمية الحقيقية هي التي تنبني. فلو يعني لو افترضنا أن هذه المجموعة من الانتقادات ضد مرسي، جينا وجبنا واحد ثاني وحطيناه بدل مرسي من هؤلاء المعترضون عليه، يعني هو عنده ريموت كنترول راح يحول مصر بين عشية وضحاها إلى جنة الله في الأرض. هذا الرئيس أيضا سيواجه البيروقراطية والبطالة والإدارة المعفنة والفساد وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه هذه التركة، هذا موروث انتع 30-40 سنة. ماذا الذي خلفه حسني مبارك لمصر غير النهب، غير الفساد، غير الإفساد في الأرض؟ فإذا هذه حجج واهية. الذي تقولونه عن مرسي اليوم، تريدونه أن يحول مصر population، يعني دولة تاع 90 مليون ما يقرب من 90 مليون، 30-40 سنة من حكم الرجل الواحد، الفساد، الإفساد، البيروقراطية، كل ذلك نريد منه بريموت كنترول يحول مصر إلى جنة الله في الأرض. هل هذه لا يملكها لا مرسي ولا السيسي ولا البرادعي؟ فإذا دعونا من قضية تصفية الحسابات، مصر لا تتحمل الانفلات، مصر لا تتحمل أزمة وطنية دامية، مصر لا تتحمل أن يحصل فيها السيناريو الذي حصل في الجزائر. في كلمتين، ما المخرج الآن؟ المخرج علينا بالتواضع جميعا. تقولون مرسي ما هوش ستيتمان وعنده بعض الأخطاء، هو قالها عن نفسه. تقولون العسكر ليس شر مطلق، والعسكر أيضا ليس خير مطلق. الشباب الذين شاركوا في الثورة ضد حسني مبارك ليسوا كلهم فلول،
القوى السياسية التي شاركت وباركت بعض الخطوات، ليسوا كلهم فلول. يعني الصورة ليست كما يقول الإنجليز black and white، يعني بيض وأسود. نعم. فإذا على الجميع أن يتواضع، على الجميع أن يتواضع ويرجعوا إلى الطاولة ويتفاوضوا على المخرج المشرف لمصر والمشرف لكل المنطقة، لأن الانفلات في مصر هو الانفلات في كل المنطقة. نعم. أنت تعرف مصر ودورها. نعم. يعني انعكاساتها سلبا وإيجابا، خيرا وشرا، تنعكس على المنطقة بكاملها. فإذا ما زلنا نحن الآن نتكلم عن بضعة شهداء، نرجو الله ألا يرتفع العدد إلى أكثر. ما زلنا ما نش بعاد كثير على الاستقرار، نحن نتكلم فقط على 10 أيام يمكن تدارك، يعني فلذلك كل ما فات الوقت، كل ما تأخرنا في إيجاد الحلول، كل ما انتهجنا سياسة الغطرسة والرأي الواحد وأنا نعم. الموجود وأنت مش موجود، كل ما لا سمح الله بدأنا في رسم صورة قاتمة لمستقبل مصر لا سمح الله. شكرا، شكرا جزيلا للقيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأستاذ عبد الله أنس. شكرا جزيلا لك على مصاحبتنا في هذا الجزء من التغطية. مشاهدي الكرام، نذهب الآن إلى استراحة قصيرة، سنتابع أو نعود فيها إلى ميدان رابع العدوية والجموع التي تحتشد هناك، ثم نعود بعد ذلك لمتابعة هذه التغطية، فابقوا معنا. جميل أن أسمع المرأة تنعى أخاها وتشتاق لابنتها الوحيدة وهي صامدة ثابتة تجعل قلوبا ميتة تتفجر بالحياة، لكن أجمل منها أن تقول